الوزير الأول يقدم عرضا أمام مجلس الحكومة حول الجولة الميدانية التي قادته مؤخرا إلى القطاعات الوزارية للوقوف على سير البرامج ونظم الهيكلة. السفير الصحراوي بالجزائر يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام قرار محكمته القاضي بالوضع المنفصل للصحراء الغربية في مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وحملة التضامن مع المواطنة الفرنسية كلود مونجان المحرومة من لقاء زوجها المعتقل الصحراوي بالسجون المغربية تتسع داخل الساحة الفرنسية. نشرة الأخبار من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أهلا بكم لتفاصيل النشرة. بعث رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي رسالة تهنية إلى نظيره التنزاني السيد جون بومبي جوزيف بمناسبة الذكرى 54 لتأسيس جمهورية تنزانيا. جاء فيها باسمي الخاص وباسم الشعب الصحراوي أعبر لفخامتكم وللشعب التنزاني الصديق عن أحر التهاني وخالص التمنيات، وأؤكد لكم قناعاتي الراسخة بأن تنزانيا ستواصل المساهمة في تطوير وتعزيز الاتحاد الإفريقي وتحرير القارة الإفريقية. وجدد رئيس الجمهورية في رسالته عزم الجمهورية الصحراوية تعزيز أواصر التضامن والصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. أشرف الوزير الأول عضو الأمانة الوطنية الأخ محمد الولي عكيك على اجتماع لمجلس الحكومة تناول في جدول أعماله نقاط مختلفة متعلقة بدراسة مشاريع قوانين مقدمة من طرف المجلس الوطني، بالإضافة إلى نتائج جولة مركزية الحكومة الأخيرة وتقييم الوضع الأمني وآليات الهيكل والتأطير المتعلقة بوحدات الاحتياط والتأمين. الوزير الأول قدم عرضا حول نتائج الزيارة الميدانية والاستنتاجات المحصلة حول سير العمل بمختلف الوزارات، وكذا الانشغالات المسجلة ومدى انسجام الأداء مع مقررات المؤتمر 14 للجبهة. في موضوع آخر، وبعد استكمال استحقاق تجديد هياكل التنظيم السياسي، عقدت اللجنة الوطنية المشرفة على انتخاب أمناء الفروع الأساسية والمحلية اجتماعا لتقييم نتائج العملية الانتخابية التي جرت في أجواء طبعها الاعتزاز بالمكاسب الوطنية والإصرار على العطاء وتحمل المسؤولية. المزيد في تقرير محمد لمين حمدي. اجتماع اللجنة الوطنية المشرفة على الندوات السياسية لانتخاب أمناء الفروع المحلية والأساسية لسنة 2018 كان اجتماعا ختاميا وفرصة للجان الجهوية لتقديم تقارير تفصيلية عن سير الندوات السياسية ونتائج العملية الانتخابية، بما في ذلك لائحة الفائزين بالترتيب والنسبة المئوية
وأهم الانشغالات المعبرة عنها. رؤساء ومقرري اللجان الجهوية قدموا جميع الملاحظات والآراء ومعبرين عن ارتياحهم من نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الهام، وموجهين جزيل الشكر والعرفان لكل الولايات على حسن الاستقبال وسير الجلسات وطريقة عمل اللجان. بالطبع اللجنة الوطنية اليوم اجتمعت واستمعت لتقارير اللجان الجهوية، وقطعا لأنها حصائل في المستوى جيدة تمشيت مع الرزنامة اللي طرحت النهار الأول اللجنة الوطنية، وشملت النقاط اللي كانت في جدول الأعمال، وبالتالي مرقب خلاصات استنتاجات اقتراحات من شأنها لأنها تمتن فروع التنظيم السياسي مختلف المستويات، وخصوصا يعني المستوى الأساسي والجهوي المحلي. وبالطبع هو استحقاق انطلاقا من القانون الأساسي لغير ملي يعني مناسبة للتقييم الأداة وتجديد الثقة فيها انطلاقا من برنامج العمل الوطني. أعضاء اللجنة الجهوية وفي مجمل مداخلاتهم دعوا لتقوية أداء التنظيم السياسي والرفع من التحريض على المستوى المحلي والجهوي وملائمة الأوضاع الراهنة وأخذها بعين الاعتبار للمخاطر والتحديات التي تحيط بالقضية الوطنية والتأطير السياسي للرجال والشباب في الدوائر والمؤسسات الوطنية. واختتمت الندوات السياسية يوم 18 من هذا الشهر في مختلف الولايات، والتي دامت لثلاثة أيام وبمشاركة قوية، ولم تسجل اللجان أي طعون فيها، وتعتبر الندوات السياسية إطار للتعبئة والتحريض والتقييم والمحاسبة وتجديد الهياكل التنظيمية، وتهدف إلى تفعيل وتقوية أداء وفروع هيئات التنظيم السياسي وإشراك القاعدة الشعبية في تجديد الهياكل وانتقاء مسيرها على أساس الكفاءة والنزاهة. وحول الاجتماع نتابع التصريحات التالية لبعض أعضاء اللجنة. هذا الاجتماع هو الاجتماع النهائي ولا الختامي للجنة اللي كانت مشرفة على الندوات، تجديد هياكل على مستوى البلدي وعلى مستوى الأساسي، وهو تقييم، هو إبلاغ الرسالة اللي طالعة من القاعدة للقيادة، عقب منين وصل للقاعدة توجيهات القيادة ومطالبها وتحليلها والآفاق، حتى القاعدة ملي كانت عندها ردود فعل سواء في استحقاقاتها والانتخابات، سواء في آرائها وملاحظاتها ومتطلباتها وانتقاداتها. كما تتابعون اليوم اجتمعت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير والله بإجراء عملية تجديد هياكل التنظيم السياسي على المستوى المحلي والأساسي. اليوم اجتمعت في اجتماع التقييم الأخير اللي موجبه اللجان الفرعية في الولايات الخمس، تقدم تقاريرها عن أشغال لجان فم وعن الأجواء كانت فم والخلاصات الواقفة عليها، وإن شاء الله يعني النقاش اليوم مشى بشكل جيد. العروض اللجان كاملة كانت ممتازة، ما سجل في أي ولاية من الولايات ولا في أي مؤسسة من المؤسسات يعني ظواهر ذكية تسجل ولا طعون ولا خروقات معينة. إحنا اليوم في النهار الأخير من أعمال اللجنة الوطنية المشكلة كانت للندوات السياسية لتجديد أمناء التنظيم السياسي، وكانت يطبعها ياسر من الجدية من خلال اللجان الفرعية اللي كانت ترأس الندوات في الولايات، واللي جاب التقارير توحي قبال على أهمية التنظيم السياسي ودوره في بناء المجتمع، وهذا ظهر من خلال وعي الناس بالنقاش العميق في الندوات وبالحضور الجيد المتميز. أكد السفير الصحراوي بالجزائر الأخ عبد القادر الطالب عمر أن الاتحاد الأوروبي مطالب باحترام قرار محكمته، وأبرز خلال لقاء مع قناة الشروق الجزائرية حول لقاءات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري أن جبهة البوليساريو ستواصل خوض المعارك القانونية لوقف نهب الثروات الشعبي الصحراوي. ما هو هذا؟ انتهاك صارخ لقرار المحكمة الأوروبية، وهو عمل مدان. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية حاولت الطعن في قرار المحكمة الأوروبية ولكنها فشلت، ولما فشلت
الآن تتحايل مع النظام المغربي على تعديل في الاتفاقية في حد ذاتها، وتدعي أنها ستحترم قرار المحكمة الأوروبية، لأنها الاتفاقيات السابقة كانت تدخل في المجال، الاتفاقيات التي تدخل في المجال القانوني والسيادي للمغرب. وبعد أن أظهرت المحكمة الأوروبية أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء، وأن الاتفاقيات السابقة تعتبر انتهاك للقانون الدولي، الآن يحاولوا ويدعوا أنهم سينطلقون من موقف المحكمة الأوروبية، إذ أنهم لا يقرون بالسيادة المغربية على الصحراء، وأنهم يؤكدون أنهم منطقتين مختلفتين ومنفصلتين، ولكن في نفس الوقت يتحايلون بطرق أخرى تدعي مراعاة مصلحة الشعب الصحراوي ومراعاة حقوق الإنسان وأنها أكثر فائدة، ولكن هي في الحقيقة تحايل، وكذلك هو تسفيه لما يدعيه النظام المغربي أنه سيكون احترام للسيادة المغربية، لأنهم هم غيروا الصيغ القائمة الآن، ولكن رغم هذا يبقى انتهاك لقانون المحكمة الأوروبية وعمل مرفوض، والشعب الصحراوي والجبهة ستستعمل كل وسائل. طبيعة الحال هو انتصار، لأنه تأكيد على حقيقة معترف بها دوليا، والآن ما يتم هو التآمر والتحايل من طرف المفوضية الأوروبية. مع الأسف هي بعض الدول من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإسبانيا هي التي تحاول جر الاتحاد الأوروبي والمفوضية إلى هذا الخرق السافر، وهو حقيقة سيبطل من مصداقية الاتحاد الأوروبي التي تعطي الدروس للآخرين في احترام القانون واحترام حقوق الإنسان، وأنها الشعب الصحراوي والجبهة الشعبية ستواصل نضالها وستطرح الموضوع مجددا أمام المحاكم الأوروبية، وستتصل بالبرلمان الأوروبي، وهذه مناسبة لنوجه نداء إلى البرلمان الأوروبي وإلى كل الأحزاب أنها لا تسقط في هذا الانحراف وفي هذا الدوس على القوانين الأوروبية، خاصة أنه البلدان التي تدعي حماية سيادة القانون وأنها تطبق القانون وتحترمه. نبقى بالجزائر، حيث احتضنت السبت جامعة الجزائر العاصمة ملتقى وطني تحت شعار الجزائر دبلوماسية في خدمة تحرير إفريقيا. حضره السفير الصحراوي بالجزائر الأخ عبد القادر الطالب عمر إلى جانب أساتذة وباحثين في الشأن الإفريقي. الملتقى استعرض الكفاح المشترك بين الجزائر والدول الإفريقية. نظمت كلية العلوم الإنسانية قسم التاريخ مخبر الدراسات الإفريقية بجامعة الجزائر الثانية ملتقى وطنيا تحت شعار الجزائر دبلوماسية في خدمة تحرير إفريقيا. دعا فيه المختصين من أساتذة وباحثين للمشاركة في هذا الاجتماع العلمي من خلال تقديم عديد الأعمال الجادة والمميزة التي تسلط الضوء على مسيرة الكفاح المشترك بين الجزائر ودول القارة الإفريقية والإجابة على الإشكالات المطروحة في قضايا عديدة. تبدو أهمية هذا الملتقى الوطني الموسوم بالجزائر دبلوماسية في خدمة تحرير إفريقيا، ويتجلى من خلال المداخلات الموزعة على جلسات هذه الأشغال أنها في غاية الأهمية وتتماشى إلى حد كبير مع العنوان العام لهذا الملتقى. في الحقيقة أهمية هذا الملتقى ليست في حاجة إلى ذكر. لماذا؟ لأن الجزائر معروفة دوليا بمساندتها لقضايا التحرر في العالم ككل وليس في إفريقيا فقط، فقد كانت الجزائر قبلة الثوار في مرحلة من المراحل،
ولذلك فإن الهالة التي اكتسبتها الجزائر إنما تعود إلى الثورة المباركة. الملتقى الوطني افتتح اليوم بحضور السفير الصحراوي بالجزائر الأخ عبد القادر الطالب عمر وعدد كبير من الأساتذة والباحثين. سيركز خلال يومين من النقاش على الرصيد التاريخي والثوري الذي وظفته الجزائر لرسم معالم سياستها الخارجية وتجربتها الزاخرة في مجال التصدي للاستعمار. فرصة ليتقدم لهم بالتشكرات والتهاني على تنظيم هذا الملتقى الوطني واختيار هذا الموضوع، الجزائر في خدمة تحرير إفريقيا، نظرا لأهميته التاريخية وراهنيته الحالية وأهمية إلقاء هذه الصورة ونقلها إلى الأجيال المقبلة، لأنها مفخرة حقيقية للجزائر ولشعبها ولأجيالها، ويحق لها أن تفتخر بهذا التاريخ الناصع وبأن تحافظ عليه، لأنه سيجعل من الجزائر دائما منارة عالية في هذه المناطق وفي هذه القارة. الملتقى الوطني الذي تنظمه كلية العلوم الإنسانية قسم التاريخ بجامعة الجزائر الثانية سيتطرق لعديد المواضيع المتعلقة بالقضية الصحراوية في مداخلات لباحثين وأساتذة قدموا من مختلف الجامعات الجزائرية. إن المحور المخصص للقضية الصحراوية التي ما فتئت تحقق مكاسب دبلوماسية وسياسية، إذن ارتأى مخبر الدراسات الإفريقية أن يسلط الضوء على هذه القضية من الجذور إلى التطورات التي تعرفها الساحة الدولية، وبالتالي يمكن القول كذلك أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة ما زالت تعاني من سيطرة الاستعمار المغربي. الملتقى الوطني الذي ينظمه مخبر الدراسات الإفريقية قسم التاريخ بجامعة الجزائر الثانية على مدار يومين سيتطرق أيضا لإسهامات الجزائر في تحرير إفريقيا والقوة التي أكسبتها مكانة الريادة والزعامة في دول العالم الثالث. وخلال اليوم الثاني من الملتقى أكد الأساتذة والباحثين أن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره. أكد الأساتذة والباحثون في مداخلات قيمة خلال اليوم الثاني من الملتقى الوطني الذي ينظمه المجلس العلمي لمخبر الدراسات الإفريقية بجامعة الجزائر الثانية تحت عنوان الجزائر الدبلوماسية في خدمة تحرير إفريقيا وبحضور السفير الصحراوي بالجزائر، بأن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره. على هذا الأساس نجد أن الجزائر حكومة وشعبا تساند القضية الصحراوية وكل قضايا الشعوب المستعمرة، ويظهر ذلك من خلال مواقفها ودبلوماسيتها تجاه ذلك. نجد أن الموقف أو هذا المبدأ الذي اتخذته الجزائر مبني على شيئين اثنين. الأول أن مبادئ الدبلوماسية الجزائرية معروفة بدعم كل القضايا التحررية وحق تقرير المصير للشعوب وتصفية الاستعمار وحسن الجوار. المبدأ الثاني، الموقف الجزائري بني على أساس الخلفية التاريخية للصراع، كونه لم يثبت تاريخيا التبعية
للصحراء الغربية ولم تكن جزءا من التراب المغربي. وأشار الأساتذة في مداخلاتهم إلى أن أهم المحاور التي يتناولها الملتقى هو المحور المخصص للقضية الصحراوية باعتبارها قضية حق وقضية تصفية استعمار حسب ما نصت عليه اللوائح الأممية ولوائح منظمة الاتحاد الإفريقي، وكذلك الدور الذي لعبته لجنة تحرير إفريقيا في مساندة هذه القضايا التحررية. وفي المحور الداخلي لدينا كلما زادت قوة الشعب الصحراوي داخليا وتنويع خياراته المبدئية والميدانية زادت رهانات مشروع الاحتلال المغاربي ومن ثم التحلل والإضمحلال للاحتلال. إن تمسك الجزائر الدائم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير نابع أساسا من تجربتها النضالية من أجل استرداد الحرية والاستقلال من الاحتلال الفرنسي الذي عانت منه طيلة 132 سنة من كاملة من الظلم والاضطهاد. وارتأى الأساتذة تسليط الضوء على المحور المتعلق بالقضية الصحراوية التي ما فتئت تحقق مكاسب دبلوماسية وسياسية من الجذور إلى التطورات التي تعرفها الساحة الدولية، مؤكدين بأن الصحراء الغربية هي أرض مستعمرة ما زالت تعاني من سيطرة الاستعمار المغربي. القرن السادس عشر عن قضية مملكة المخزن، مملكة المخزن سياستها دائما خزي وعار. الوقت الذي سقطت فيه الدولة سقطت فيه الأندلس، فالجزائريون كانوا هنا في الدولة الحديثة أمام المسجد الكبير يجندون المجاهدين بواسطة السفن الصغيرة من غليوطات وأجفان ويذهبون إلى الأندلس محاولة منهم في استرجاع الأندلس. أما مخزن الدولة السعدية، اسمحوا لي لا أتهم الدولة الوطاسية لأن الدولة الوطاسية كانت قد أرسلت وفدا إلى الدولة العثمانية من أجل أن يصبح المغرب الأقصى تابعا للدولة العثمانية. أما السعديون فلا، لأنهم أبناء عمومة العلويين، القضية ما تكلموش فيها بيزن. ويأتي الهدف من هذا الملتقى الوطني الهام ليبرز مسيرة الكفاح المشترك بين الجزائر ودول القارة الإفريقية، كما يهدف لإشراك طلبة الدكتوراه في مثل هذه الملتقيات العلمية للاستفادة من الخبرات ومداخلات الأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية من خلال المحاور التي تبرز البعد الإفريقي للثورة الجزائرية والدور الذي لعبته الجزائر في مساندة مختلف حركات التحرر الإفريقية. بولاية جيجل عقد فرع الشهيد الريحة مبارك الناشط بالشرقي الجزائري ندوة تجديد هياكله بحضور الأمين العام لمنظمة اتحاد الطلبة، وقد شكل الحدث فضاء لطرح انشغالات الطلبة وبرامج تخليد المناسبات الوطنية وتنظيم الأنشطة التضامنية على مستوى الجامعات الجزائرية. تقرير فاطمة سعيد. وسط حضور طلابي مكثف انطلقت الخميس أشغال الندوة السياسية 17 لفرعي الشهيد الريح مبارك الناشط بالشرق الجزائري ندوة الشهيد محمد لاقضف بتاحة، والتي انعقدت بولاية جيجل الجزائرية تحت شعار الفروع الطلابية نواط الأهداف الوطنية. الندوة 17 منعقدة في جيجل التي تحمل اسم الشهيد محمد لاقضف بتاحة، كانت الأجواء جميلة جدا، زينا نقاش ثري، تم تعيين لجان في هذه الندوة، وكل لجنة قامت مستوى زي من الشغل والحماس والمثابرة والمواظرة عليها. بعد اللجان كل مباشرة كل لجنة عملها، بدأت الفترة المسائية ب انتخابات والفرز، ومنين في الفرز بدأت سهرة فنية وهي التي أعلنت فيها النتائج. ونحن بصفتنا قيادة جديدة
نوعدوا عن نعودوا والله نحاول نعودوا بقدر الثقة من نحن من طرف طلبة. الندوة جاءت فرصة للتوجيه والتعبئة السياسية، حيث استهلت بقراءة التقريرين الأدبي والمالي لأمين الفرع المنتهي ولايتها، ليفسح المجال بعدها لنقاش برنامج العمل والقانون الأساسي. كما تم كذلك مناقشة النظام الداخلي للفرع وبرنامج العمل للعهدة القادمة. وتميزت الندوة بجدية الطرح ونوعية النقاش الهادف والبناء. وخلال اختتامها يوم الجمعة أصدرت الندوة رسائل وتوصيات، من بينها دعوة الطلبة للالتحاق بالمؤسسات العسكرية الوطنية. وتوجت الندوة ببيان ختامي لمس في مضمونه عديد القضايا، والتي من بينها مناصرة المعتقلين السياسيين الصحراويين وكذلك معتقلي الصف الطلابي رفاق الولي. بدعوة من اتحاد النساء الكوريات، تشارك الأمين العام للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية الأخت فاطمة المهدي في اجتماع الفيدرالية الديمقراطية الدولية للنساء الذي تتواصل أشغاله بمدينة بيونغيونغ عاصمة كوريا بحضور العديد من المنظمات النسائية. وخلال كلمة الافتتاح نددت السيدة لورين بينتا باحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، وعبرت عن تضامن نساء الفيدرالية الديمقراطية الدولية مع النساء الصحراويات والشعب الصحراوي. في أخبار الأرض المحتلة، يمثل يوم الاثنين القادم للمرة الثانية الإعلاميين محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي أمام محكمة الاحتلال بمدينة العيون المحتلة بتهم ملفقة تهدف إلى التضييق على حرية التعبير بالمناطق المحتلة وحرمان الصحافيين من فضح جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل هناك. سيمثل هذا الاثنين الإعلاميين الصحراويين محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي أمام قاضي التحقيق بما يسمى محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة للمرة الثانية، وذلك بعد اعتقالهما من طرف قوات الاحتلال المغربية بسمار المحتلة قبل قرابة الشهر. ونشير إلى أن المعتقلين يتواجدان حاليا بسجن لكحل بالعيون المحتلة، ويأتي هذا الاعتقال على خلفية أنشطتهم الإعلامية والنضالية التي طالما أماطت اللثام عن جرائم المحتل المغربي وفضحت انتهاكاته الجسيمة ضد الصحراويين، وكذا توثيق المظاهرات الرافضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية ونهب خيراتها، مبرزين كل هذا عن طريق التقارير المرسلة للتلفزيون والإذاعة الوطنية الصحراوية أو في إطار المجموعة الصحراوية للإعلام سمارا نيوز. لن تنام لنا جفون وإخوان لنا في السجون. محمد سالم ميارة، التلفزيون الوطني، أسمار المحتلة. وضمن نفس السياق يواصل طلبة كلية الشريعة بسمار المحتلة مقاطعتهم للدراسة وتنظيم العديد من الحلقيات المتضامنة مع الإعلاميين الصحراويين محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي، حاملين في تلك الأشكال النضالية صور كل منهما، علما أن محمد سالم ميارة يدرس في السنة الثالثة في هذه الجامعة. هذا وقد ردد الطلبة الصحراويون العديد من الشعارات المتضامنة مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين في مختلف السجون المغربية والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. هكذا تتواصل الأنشطة التضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، فلا القمع ولا الاعتقال سيثنياننا عن مواصلة المسير. لن تنام لنا جفون وإخوان لنا في السجون. مراسلة التلفزيون الوطني سمار المحتلة. خلال ردها على سؤال كتابي قدمته النائبة البرلمانية الأوروبية السيدة بالوما لوبيث حول اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ومدى تأثيرها على الأراضي الصحراوية انطلاقا من قرارات المحكمة الأوروبية، أكدت السيدة بولوك عضو اللجنة الأوروبية بأن الاتفاق لن يشمل الصحراء الغربية باعتبارها أراضي منفصلة عن المملكة المغربية.
إلى فرنسا، حيث طالب متضامنون فرنسيون بتمكين المواطنة الفرنسية كلود مونجان من زيارة زوجها المعتقل السياسي ضمن مجموعة قديميزيك النعمة الأسفاري الذي يقبع منذ سنوات خلف زنازن الاحتلال. تقرير الحسينة مرزوق. متضامنون يجوبون شوارع مدينة سورسان في مسيرة تضامنية مع زوجة المعتقل السياسي النعم الأسفاري عضو مجموعة قديميزيك في إضرابها المفتوح عن الطعام، حيث نظم عدد من المتضامنين الصحراويين والأجانب مع المواطنة الفرنسية كلود مونجان مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة سورسان على وقع شعارات تطالب بتمكينها من حقها في زيارة زوجها وفقا للقانون الإنساني بالدرجة الأولى. المسيرة انطلقت من أمام مقر المجلس البلدي للمدينة أين تخوض السيدة مونجان إضرابها عن الطعام منذ الأربعاء الماضي عقب طردها من قبل السلطات من مطار الرباط ومنعها من زيارة زوجها في سجن القنيطرة، بالإضافة إلى تنصل الحكومة الفرنسية من مسؤوليتها في ضمان حق يعد من بين الحقوق الأساسية لمواطنة بلدها. أعلن تضامني مع كلود مونجان أسفري، تضامن لا مشروع. De faire le plus de pression politique possible, de faire connaître le plus possible cette grève de la faim qui est en train de faire Claude, pour dire à la France, il n'est pas possible de ne pas faire pression sur les autorités marocaines pour que le retour sur leur territoire et donc le droit de visite soit rétabli. Donc nous allons travailler à ça de toutes nos forces. من جهة أخرى، ذكر بيان جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا عزم الأخيرة إلى الجانب المتضامنين مع السيدة كلود مونجان تنظيم سلسلة من الأنشطة للتحسيس بقضيتها وما تتعرض له منذ سنتين من انتهاك لحقوقها الأساسية، بدءا بعرض الفيلم الوثائقي قل لهم أنني موجود الذي يحكي قصة زوجها المعتقل السياسي النعمة الأسفاري ورفاقه ضمن مجموعة قديميزيك انطلاقا من الأسبوع المقبل من مقر المجلس البلدي لمدينة سورسان. وتجدر الإشارة أن مقر بلدية سورسان أصبح محجاً لعدة شخصيات سياسية وممثلي عن جمعيات المجتمع المدني الفرنسي والهيئات الحقوقية قصد زيارة السيدة كلود مونجان أسفاري كتعبير منهم عن التضامن المساندة لها في نضالها السلمي من أجل الحصول على حقوقها الأساسية في زيارة زوجها. يتستر الإعلام المغربي في عرضه لصور الملك على حجم إمبراطوريته المالية واستثمارات ثروته داخل وخارج بلاده والدوافع وراء توسيع نفوذه المالي. تقرير رباب حسن. في تزايد واضح وارتفاع مستمر لعدد الفقراء في المغرب، وصل نحو 4 ملايين مغربي يعيشون تحت خط الفقر والانخفاضات المتتالية في فرص الشغل خلال السنوات الأخيرة والقمع المتواصل للتظاهرات الاحتجاجية التي خرجت قبل سنوات لتحسين ظروفهم المعيشية. تتضاعف يوميا الإمبراطورية المالكة والتي يترأسها الملك محمد السادس وحاشيته تتوسع ثروته حتى وصلت إلى خارج حدود بلاده وجعلته في المرتبة الخامسة للشخصيات الأكثر ثراء على مستوى القارة الإفريقية، وتقدر ثروته الشخصية فقط حوالي 5.7 مليار دولار وتجعل منه أغنى المغاربة والخامس في إفريقيا وفقا لتصنيف مجلة الفوربس في ترتيبها السنوي لأغنى أغنياء العالم. هذا ويواصل الملك وعائلته الحاكمة توسيع إمبراطوريته في التحكم في الجانب الاقتصادي في المغرب عبر احتكاره لجميع البنوك والشركات التي هي ملكا للشعب المغربي الذي يموت يوميا بسبب المجاعة وتردي أوضاعه الاقتصادية وانتشار مختلف ظواهر الفقر والتخلف، في حين ينفي ملك المغرب مسؤولياته عن أوضاع المغرب الاقتصادية والاجتماعية. وإذ قمنا بتتبع ورصد حجم إمبراطورية ملك المغرب الاستثمارية داخل وخارج بلاده والدوافع وراء توسيع نفوذه المالي، سنجد ثروة هائلة سعى فيها ملك المغرب نيابة عن العائلة المالكة لتأسيس صندوق استثماري يحوي كل استثمارات العائلة لتندمج فيه الشركات التي تنشط عملياتها التجارية داخل المغرب وخارجه عبر كيان تجاري أطلق عليها الشركة الوطنية للاستثمار القابضة. ضم هذا الصندوق الاستثماري كيانات تجارية عملاقة كالشرطة الوطنية للاستثمار CNL ومجموعة أومينيوم شمال إفريقيا التي تأسست في العشرينيات وشركة سيجارة القابضة، وكشفت وثائق عن مجموعة من المستشارين الذين لهم يد في النهب والسرقة من أموال الدولة المغربية وحقوق شعبها، ومن بين المستشارين المجيدي الذي لعب دورا كبيرا في إدارة المحفظة المالية للأسرة المالكة فضلا عن توجيه الاستثمارات المغربية نحو البلدان الإفريقية لتتحول المملكة إلى ثاني بلد مستثمر في القارة السمراء.
ويضاف إلى مجيد قائمة من مستشاري الملك أبرزهم عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والذي عينه ملك المغرب في عام 2017 في منصبه الوزاري. فالرجل يعتبر من أباطرة الأعمال داخل المغرب ممن تجاوز الثروات 2,100,000,000 دولار. وفي ظل هذا التوسع للنفوذ المالي للملك وحاشيته المقربة بلغ عدد قضايا الرشوة في محاكم المغرب نحو 7,000 قضية في 2017، بينما أظهر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر إدراك الفساد عن عام 2017 أن المغرب في المرتبة 90 من أصل 180 دولة شملها التقرير. وحماية للملك وحاشيته وثروته تم تكييف الدستور المغربي مع ذلك إذ يحميه من أي انتقادات تتعلق بسياسته أو ثرواته، وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور أن الملك شخص مقدس لا تنتهك حرمته وتساهم ترسانة من القوانين في تحسين إمبراطورية ملك المغرب المالية من أي تساؤلات أو رقابة داخل بلاده، فهو رجل ينال حصانة أقرب للتقدير وتحذر القوانين التعرض له من قريب أو بعيد، في حين يتغنى الملك وحاشيته بالمساواة والديمقراطية داخل بلاده، الأمر الذي يتعارض مع ما نراه يوميا من أبشع صور الفقر المدقع والمعاملة اللا إنسانية من خلال قتل وطحن وجثث متناثرة أمام المستشفيات، ناهيك عن النساء البغلات وغيرها من مظاهر التخلف بسبب إمبراطورية الملكة الظالمة التي استغلت موارد المغرب واحتكرت الاستثمار والأسواق والإشهار والإعلام. تكملت ملفات هذه النشرة إلى التذكير بأبرز العناوين. الوزير الأول يقدم عرضا أمام مجلس الحكومة حول الجولة الميدانية التي قادته مؤخرا إلى القطاعات الوزارية للوقوف على سير البرامج ونظم الهيكلة. السفير الصحراوي بالجزائر يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام قرار محكمته القاضي بالوضع المنفصل للصحراء الغربية في مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وتابعتم حملة التضامن مع المواطنة الفرنسية كلود مونجان المحرومة من لقاء زوجها المعتقل الصحراوي بالسجون المغربية تتسع داخل الساحة الفرنسية. في ختام هذه النشرة أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.